بوريكم اليوم التجربة اللي مرت فيها لأحدث وألطف طرق التبرع بالمواد الغذائية داخل دولة الكويت للأسر المتعففة. هذه هي بطاقة الماتشلة المغلطة اللي توزع على الأسر المستفيدة، وطبعاً هي بتمويل من الأمانة العامة للأوقاف بالإضافة إلى تبرعات أو صدقات الناس على مدار السنة. يتم توزيعها على حسب حاجة العائلة عقب ما يدرسون الحالة ويحطون لهم فلوس فيها من 20 إلى 100 دينار على حسب أفراد الأسرة. وايد استمارات وطلبات توصل بشكل يومي للاستفادة من بطاقة الماتشلة. لو سمحت، مشكور، أوزنها على ما خلص. في شريحة مستهدفة ومستفيدة من هذه البطاقة اللي هم الأرامل والمطلقات والأيتام وأصحاب الدخل الضعيف بالإضافة إلى العمالة، لكن يتم التقديم التأكد من الحالة وعدد أفراد الأسرة وبعدين يتم إعطاهم هذه البطاقة. عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج اليوم أكثر من 12,000 أسرة داخل دولة الكويت. مثل ما تشتري ماتشلتك حسب ما تبي، هذا اللي يصير مع الأسر المستفيدة من هذه البطاقة. تعودنا نشوف المساعدات الغذائية اللي توزع على الأسر بشكل عيني، يعني هو مثل التموين، يوصل بوكس للعوائل فيها أغراض سواء احتاجوها ولا لا، لكن مع الوقت صار في كوبون يوزع على العوائل يستخدمونها مرة واحدة. ميزة هذا الكرت الممغنط إنك تستخدمه لمدة سنة، في رصيد تحتاج تشتري أي شيء تشتري حسب ما يعجبك وحسب ما تحتاجه، وهذا طبعا على حسب توجه دولة الكويت في سد الحاجة للأسر داخل الكويت قبل ما يكون خارجها. مزك شوية. سمعت معلومة حلوة يمكن ما تهمكم، تدرون عدد المنتجات الموجودة في مثل هذه الأسواق المركزية والجمعيات كثر؟ تقريبا قدامك 40,000 منتج. كرت الماتشلة باب للأسر المتعففة على هذه المنتجات. دايماً نسمع من وإحنا صغار مؤمنين بالمقولة اللي تقول بالكويت ما في أحد ينام يعان بفضل الله عز وجل، مثل ما شفنا وياكم هالمشروع اللي مولته الأمانة العامة للأوقاف داخل دولة الكويت. ومن الديرة نروح مع خير أهلي إلى البوسنة. احنا بديرة سكانها تقريبا 3.8 مليون نسمة، اكثر من النص عايش في مناطق ريفية، معدلات الفقر فيها عالية. الخبز بالنسبة لوايد من الناس ما هو جزء من الوجبة، هو الوجبة بحد ذاتها اللي قد ما يتوفر بالشكل اللي محتاجين الناس. من بين 10 محافظات هني وصلنا الى اكبرها. ريحة المكان مفروض تحس فيها وانت تشوف ويانا هالمشروع. احنا موجودين في ثالث اكبر مدينة في البوسنة، توزلة. تدرون ليش؟ لان عرفنا ان واحدة من الجهات الخيرية الكويتية تعاقدت مع هذا المطعم لتوفير الوجبات الغذائية للمحتاجين. فكرة هالمشروع مبنية على هذا الموضوع، الاستثمار في مطعم شغله وزباينه الناس المحتاجة. التبرع هني يصير عن طريق الوجبات الغذائية بطريقة جديدة مرتبة وعمل مؤسسي. فالجمعيات الخيرية بالكويت تقوم بتمويل هذا المكان واللي ينتج الوجبات ويخبز للأسر المحتاجة والناس اللي ما عندها استطاعة. لأن نسبة البطالة عالية في البوسنة، فالحاجات الأساسية عندهم غير متوفرة، مثل طبعا الحاجة إلى الغذاء. بهذا المطعم بسرعة يوفرون 2500 وجبة
2500 شخص، وطبعا يهتمون اهتمام مباشر بالأيتام، يوزعون الوجبات في أكثر من 20 موقع. الخبز حياة للناس، دائما يرتبط الأمن الغذائي بشكل أساسي في الطحين أو توفر الخبز. أزمات إنسانية وايد طلعت بسبب نقصهم، واللي بدت مؤشراتها تصعد الفترة اللي طافت بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية. يعجبني الاختلاف في عمل بعض الجهات الخيرية، يعني بدال ما يأخذون الأكل من السوق ويوزعونه للمحتاجين، يسوونه طازج بهذا المكان، يخبزون الخبز هني ويطبخونه بالمطبخ المركزي ويوزعونه على المحتاجين في المطبخ عندهم هني، واللي يبي ما يقدر يجي يوصلونه لبيتهم. فخور وأنا ألاحظ نشاط الجهات الخيرية اللي يتطور مع تغيير الحاجة وحالتها. صار في مشكلة بالخبز، وفروا للمحتاج مخبز. يعيش واحد من أصل 5 بوسنيين في البوسنة تحت خط الفقر، علشان كذي جزء من المساعدات اللي توصل لهم مساعدات غذائية، والميزة بهذا المطعم إن اللي ما يقدر يجي يستلم أكله يوصلون له إياه. تمام، موفق. نروح وياكم إلى مشروع تنموي جديد نفذته واحدة من الجمعيات الخيرية الكويتية. من بدت الكويت وهي تحمل راية تقديم المساعدات للشعوب والدول. تفضلي. هلا والله، تفضل. وزاد هالعطاء وبرز أكثر بفترة ما بعد النفط، خصوصاً في 50ينيات و60ينيات القرن العشرين. الكويت اسم ارتبط بالتميز في مختلف المجالات، خصوصا في المجال الخيري او الوقفي. احنا موجودين في اول بنك طعام تم تاسيسه في الكويت، مستفيدين من الخبره الموجوده في مختلف دول العالم اللي سوت هذا المشروع من قبل. فكره هذا المكان ان يحافظون على النعمه من الهدر، بالاضافه لتوزيع المواد التموينيه للاسر المحتاجه داخل الكويت. احنا موجودين في مقر بنك الطعام في منطقه قرطبه، ايضا بهذا المكان يستقبلون من الناس تبرعاتهم جزء من الماكله مثلا الزايد عندك في البيت. عاده الناس تيجي وتوصل هذه المساعدات والمواد التموينيه لهم هني، ويقوموا بتوزيعها على الاسر المحتاجه. مساك الله بالخير. يا هلا. اذيناك ادري. اللي يسأل شنو يستقبلون هني، مختلف المواد الغذائية. مثلا عندنا اللحم هني من المتبرعين جزاهم الله خير، يوصل هني داخل الثلاجة وبعدين يفرزونه وتأكدون من سلامته قبل توزيعه على العوائل المحتاجة. وأيضا عندهم المواد التموينية الغذائية الأساسية، طبعا توصل هني يفرزونها وبعدين يحطونها طبعا بكياس قبل تتوزع على العوائل. شيء أساسي يا جماعة، إذا في شيء كان ناقص بنك الطعام يزيده. يعني مثلا احنا هذا واصل حطه هني ولقوا محتاجين مثلا نوع من انواع الذره او من الفول، اذا ما كان متوفر من التبرعات بنك الطعام يشتريه من فلوس المتبرعين اللي تبرعوا لبنك الطعام. عالم بلا جوع من بلد الانسانيه، هذه رسالة البنك الكويتي للطعام، وهالرسالة ذكرتني بحادثة تاريخية مرت على المنطقة من قبل، عام 1867 سنة الهيلق،
وهي سنة كانت شديدة الجفاف مرت على المنطقة، خلت الأقاليم المجاورة لإمارة الكويت إن تي إلى سور الكويت تطلب المساعدة، ولقت أيادي أهل الكويت ممدودة. وطبعاً كلمة الهيلق أو سنة الهيلق معناتها سنة الهلاك. أكثر من طريقة يساعد فيها بنك الكويت الطعام للأسر المتعففة والمحتاجة. اليوم مثلاً بيوزعون كوبونات مصرف أطعام الطعام بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى كوبونات كسوة الشتاء. هذا طبعاً كوبون أو بطاقة يأخذونها الأسر ويشترون فيها اللي يحتاجونه من المحلات المذكورة بهذه البطاقات. موجودين الحين ورانا السيارات ناطرة لاستلام الكسوة وأيضاً الكوبونات والمساعدات العينية اللي بنشوفها داخل المخزن. الجهد المبذول من بنك الطعام والمتطوعين مشكورين في ترتيب التسليم وفرز الحالات وإيصال الكوبونات والمساعدات، شفنا التميز فيه. احترام خصوصية الناس لاحظناه، وحرص فريقنا أيضاً ما يصور الناس الموجودة. أي تبرع نقدي يوصل إلى بنك الكويت للطعام يشترون فيه مثل هالسلال الغذائية اللي السلام عليكم اللي تكفي الأسرة. تروح قدام الحين حياك اللي تكفي الأسرة لمدة شهر تقريبا أو شهر ونص، وفيها مختلف المواد الغذائية ويزيدون عليها على حسب السيزن. يعني برمضان يحطوا منتجات ثانية وبالشتاء يضيفون عليها مواد أخرى. هذه المسافة تم تأسيس أول بنك طعام في العالم سنة 1967 وكان بأمريكا، وطبعاً زاد الطلب على هذه البنوك مع كل الكوارث الاقتصادية اللي مرت بالعالم مثل 2006، 2007، 2008 وحتى ما بعد الكورونا. Thank you.